menemani kuliah kita pada pagi ini. Dan ya, segala apa yang dikongsikan adalah ilmu dari Allah SWT. Dan ada manfaat untuk kita bersama. Dan kalau ada apa-apa yang kurang, terkasar, tergurau, keras-keras ke apa ke, yang mungkin menjolok mata dan sebagainya, menjolok mata dan telinga dan hati semualah, saya mohon maaf dari Allah SWT, dari Nabi SAW dan dari akak-akak sekalian. Ya, dan saya dengan kesempatan ini mengucapkan kepada kakak selamat meneruskan ibadah puasa, dan insyaAllah kita akan bertemu sekali lagi pada bulan depan, ya, bulan Jun nanti insyaAllah. Dan sekali akhirnya, kalau ada yang baru lembaran Asmaullah Husna, kita sama-sama lah, ya, kita sama-sama alunkan, ya, nama-nama Allah SWT ini. Mudah-mudahan ya ada pahala dari ya, insyaAllah untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصوي الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط القابض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمر القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوين المتعال البر تواب متقيم العفور مالك مقيد الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع نور الهادي بديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وما ذكرك الغافلون. Jadi kita akhiri kula kita dengan tasbih al-baqarah dan surah al-asmaul husna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala أشهد أن لا إله إلا الله محمد وعلى آله وصحبه اللهم ارحم من هاجر وما تقبل من هاجر وما تقبل من صمر
اللهم إنا نلقى في نور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدل شملهم وفارق جمعهم وشتت كما تعزازل أقدام مسلمكم بكلابي يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم ينزل الكتاب يا مجل السبع يا أزمة الأحزاب يا يزيب وصلنا عليهم ويفتن بلا سبب صلى الله يرحم الراحمين. ربنا زلنا يا موزنا فما يا أكرم الأكرم ربنا أتنا في الدنيا سنة وفي الآخرة سنة وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا ولك المصير. ربنا تقبل منا دعانا ومسنا علمنا ولقائنا وصيامنا ورمضاننا إنك السميع العليم ذو العلم ولنا إنك التواب الرحيم. دعونا فيها اسم الله تحتنا فيها السلام وخذ عوانا. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا منكم تقبل كريم لنا يا توفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.